حقي ما قالونا والو، قلنا تخويو الدار وقلنا لي مولدي حنا فين غنمشيو؟ واش وليدي جعنا فيها وتعرينا فيها وربحنا ما عادش شنو ونخوي وليدي ما عطيتونا لا هادي لا فين غنمشي وليدي من الليله فين غنمشي؟ علمونا خمس ايام ولا شني الناس حتى جا ولدي من فرنسا عاد باش علمونا ما تنصنا ما ندير وانا ما نقدر ندير والو وعدي بنياتي خمسه ووليداتي جوج والدار دارنا اربعه ديطاج وحنا الحمد لله وليدي راه ما دوزناش شويه المرحوم مسكين راه عدو الوسام ديال الحسن الثاني وعدو مشارك في المقاومه خصهم يعطيونا دويرتنا ولا ارضنا يعطيوها لينا ما يخرجوناش والو واش حنا جعنا فيها وتعرينا فيها وساكنين من الليله ما عدناش فين تسكنوا حنا عايشين في الماء والضو ما كاينش قطعوا لينا الماء والضو جاج مهرس ونتشاتبوا ما جابرين في هذا السيد طاح البارح لي خويا راه مجروح وليدي من وجهه ما جابوش الاسعاف على من الغوت غوتت عينه جانا القايد قال غادي نطيحوا على بوكم درك قال لي طيحها شكون اللي حبسك البارح بديت نشاد وربي كيسمع عرفتي مع الفجر ضربوا لي من هنا شي حاجه بدينا نشاهدوا المحلنا بدينا نشاهدوا ضربوا قلت يا ربي حتى تشوفوا الضر كنطالب دابا بالحقوق ديالي عندي خمسات البنات وجوج ولاد والكرامه ديالنا والدار ديالنا ويعطيوني في المدينه يعطيوني دار زينه وهم شافوا الدار شحال كبيره وداري قال مولاها وتعذب لباب لينا طوبه بطوبه باش درنا 60 سنه هادي 60 عام وليداتي كاع زادونا وانا عشت فيها بنت 13 سنه ما كاين لا ريبال لا والو وليدي جبنا الخبير ما كاين ولدي لا ريبال لا والو شي ما كاين الدار مزيانه وراه مشاو وانتوما تشوفوا فيها نقيه ولا موزيك ديالها كي داير راه دابا غير خسرنا بهذا الشيء الدار جديده ما خاصها حاجه قال ولي 26 عام هذه ولا شحال قال غتريب ما لا داز الزيت زال داز اللي داز وما كاين لا ريبال لا والو الدار النمير واحد مخيره بانيها مولاها واقف عليها مسكين ما خلى ما دار عليها والان راه هو ماتت بنيته وتبعوني انا بغاو يجريو عليا انا من السكنه تاعنا هذا الخال ديالي جاي يساعد الاخت ديالو جاي يساعد الاخت ديالو مسكينه طلع فوق السلوم بحضور المقدم وطاح من السلوم ملي عيطوا على الاسعاف السلطات منعات الاسعاف باش تدخل للمكان مربوطو هذا اللي يدو ورجلو